ناس بتبدأ تشتغل وعايز أحول المركز بتاعي للإبن، وتيجي في النص كده لا الإبن بالنسبة لي عمل لي مشكلة، أنا هرجع للكات تاني، تمام؟ ودي المشاكل اللي إحنا بنقابلها كتير في معظم الشركات اللي إحنا بنحاول نشتغلها. هنتكلم إزاي نقدر نعمل إمبلمنتيشن بلان صح للشركة، والمشاكل اللي بتقابلنا وإزاي نحل المشاكل، وإزاي إيه الطرق اللي أنا أمشي عليها عشان أحقق الاستفادة من الإبن. لو فهمنا إن إحنا نشتغل عليه النهاردة ممكن بسرعة كده. يمكن احنا اول نقطة احنا مش كنا سايبها والاستاذ عمر اتكلموا فيها كتير النهاردة، ايه هو البيم والفرق ما بين البيم والكاد، فاحنا هنبدا من النقطة التانية على طول، ازاي نبدا نعمل شيفت للبيم. طيب ليه هبدا ان احنا نعمل شيفت للبيم؟ اول حاجة طبعا بره مصر، يمكن هنا حاليا كمان في مصر الحكومات هي اللي بتطلب ان بتعمل زي تقول كده او ستاندرز او بتلزم الشركات الموجوده في البلد دي ان هي تشتغل بيم، تمام؟ بعد ما بيشوف الفايل بتاعت البيم بيبقى في الزام من الدول ان هي تشتغل بيم، زي ما حصل طبعا في انجلترا، سنغافوره، استراليا، الكلام ده كله، وزي ما دلوقتي موجود في دبي هو التعميم اللي هو بالمباني اللي هو 40 دور ان الشركات كلها لازم تشتغل بتكنولوجي بيم. فاول حاجه ليه انا محتاج ان انا اغير البيم، اول حاجه يكون في طلب من الحكومه ان الشركات اللي موجوده في الدوله دي ان هي لازم تشتغل بالبيم. واحنا حاليا في مصر هنا في ستاندرد بيتحط في مركز بحوث البنى للبيم، وهيبقى قريب ان هيبقى برضه من ضمن الحاجات الموجوده هنا عندنا هنا في مصر ان احنا في الزاميه ان الشركات تبدا تشتغل بالبيم. طيب ده اول حاجه الجزء بتاع الحكومه، تمام؟ طيب بالنسبه لنا البيم، تمام، بيقلل الشغل بتاعنا زي ما احنا كنا بنتكلم دلوقتي، ان انت لو انت عملت موديل صح هتقدر تطلع منه الحصر بتاعك مظبوط، هتقدر تطلع منه السكشن بتاعتك مظبوطه، هتقدر اي تغييرات هتقدر تتغير في اي كروسنج بيو انت شغال فيه، تمام؟ فاي حاجه انت بتعملها، تمام، بتتاثر في الباقي كلها، بيطلع لك النتائج بتاعتك مظبوطه. السكاشن بتاعتك دلوقتي مثلا بنتكلم في معماري، وانس انت رسمت الموديل بتاعك تقدر تطلع سكاشن، تقدر تطلع ديفيجن، تقدر تطلع الحصر اللي انت كنت بتقدر اللي انت تعمله كشغل اضافي، ان انت تقعد تعمل سكوت للسكاشن، سكوت للديفيجنز بتاعتك، تعمل حصر، الكلام ده كله اوتوماتيك في البرامج اللي هي بتسبورت البيم زي الريفت. ويمكن اوتوديسك عندها تارجت السنه دي ان هي كان عندها تارجت السنه دي ان 65% من الشغل اللي بيتعمل ماشي يبقى اوتوميتد داخل المنظومه بتاعه البلاتفورم بتاع اوتوديسك، تمام؟ فده الشغل اللي احنا دلوقتي بقى بنتكلم فيه، واحنا النهارده كمان بنتكلم في سنجل بلاتفورم، يعني التارجت بتاع اوتوديسك سنجل بلاتفورم، انت تعمل اناليسيز وديزاين وموديلنج جوه البلاتفورم بتاع اوتوديسك ما تخرجش بره الحاجه. ويمكن بدا يتحقق فعليا خلال الفترة الأخيرة الجزء بتاع سنجل بلاتفورم ده، ويمكن احنا عندنا تريننج احنا شغالين فيه، وبنحاول ندرب الطلبة اللي هو يعمل الشغل بتاعه كله ديورنج وان بلاتفورم. طيب طبعا البيم بيوفر طبعا سيف ماني، طبعا أكتر واحد مستفيد، طبعا الكلاينت هو أكتر واحد مستفيد من الجزء بتاع السيفنج. في نفس الوقت برضو أي شركة هتشتغل بالبيم هي في نفس الوقت هي مستفيدة. مثلا اي استشاري النهارده احنا بنتكلم على المشروع، ما نتكلمش ان هو ايه كاستراكشر لوحده او اركتكشر لوحده او ميكانيكا لوحده، احنا بنتكلم على المشروع از لايف سايكل كامل من بدايته لغايه نهايته، تمام؟ النهارده اي استشاري النهارده لما يبدا يشتغل بالتكنولوجي بتاعت البيم هيقدر الموديل بتاعه هيطلع كوردينيتد، هيقلل الار اف ايز اللي ممكن ترجع له من السايت، فكل ده تايم كان ممكن يحصل ان هو اي استشاري بيطلع المشروع بيحصل مشاكل في السايت بيرجع له ار اف ايز بيبدا يعيد الديزاين مره ثانيه، بيطلع بفيرجن جديد يطلع يتعمل شدرون، كل ده وقت شغال، تمام؟ لكن انا من الاول طلعت الجزء بتاعي كوردينيتد، تمام؟ فهقلل الار اف ايز، بقلل عدد ساعات الشغل بتاعتي، زي ما كان صراحه بيتكلم بيم بام بوم، فانا لو انا كل المشاكل بتاعتي حقتها في المرحله الاولانيه بتاعت البيم او البام، يبقى انا كده في المرحله اللي هي ايه؟ فيها التايم، يعني لو احنا افترضنا ان تكلفه التغيير في المنطقه الاولانيه بتاعت البيم 1 دولار في المنطقه الثانيه، ولو افترضنا ان هي 20 دولار والاخيره 100 دولار، فالتغييره الواحده بعد الاوبريشن هتكلفني كتير، هتكلفني ان انا هرجع بعد كده ان انا ممكن في حاجات كتير هتتهد، في حاجات ان انا عايز ايه اعيد الريفير بتاعها هغيرها، كل ده تكلفه. لكن لو لحقت الشغل بتاعي في المراحل الاولانيه يبقى انا السيفنج التايم بتاعي بالنسبه للمشروع هيبقى عالي جدا.
بالنسبه للمقاول طبعا النهارده لما يجي يطلع الشغل بتاعه يبقى طلع كوردينيتد. طبعا ده اهم حاجه بالنسبه للمقاول. المقاول النهارده بيدور على الجزء بتاع ضمن اي مشروع بيعمله لازم يطلع له 3 دي موديل عشان يعمل الكوردينيشن ويطلع الحصر مظبوط. لان احنا عندنا مشاكل كتير بتحصل ان اول حاجه ان الحصر اللي بيطلع في مرحله التندر اللي بيطلعه الاستشاري بيجي المقاول عشان يعيد التسعير بتاعه او كده، بتلاقي ان الايه في فرق كبير ما بين الحصر من وجهه نظر الاستشاري والحصر اللي بيطلعه المقاول، فتلاقي في فرق والفرق ده بيطلع ممكن يوصل 20%، فبيرجع ده على الشركه مره ثانيه. لكن انا وعارف الكميه محصوله مظبوط من الاول، ان وانس ان انا عملت موديل 3 دي والموديل 3 دي موديل مظبوط والجيننج بتاعته مظبوطه هطلع بيو مظبوط، وبالتالي هطلع حصر مظبوط، هطلع كوست المشروع مظبوط. كل ده بالنسبه لي هيقلل الوقت اللي انا ممكن اعمله في ريورد او في المشاكل اللي ممكن تحصل، فده هيعمل لي سيفنج طبعا للتايم كبير. طيب في طبعا حقائق واجازات كتير في الجزء بتاع البيم واحنا بنيجي نشتغل على البيم. طبعا مفيش وقت كتير، ده الايه؟ خلينا نطلعهم كده وبعد كده ناخد البحر. اول حاجه لما تيجي اي شركه تمام عايزين يشتغلوا بيم، لا مفيش وقت ان احنا نعمل ايه؟ ندرب المهندسين عندنا، احنا عندنا مشاريع كتير فمفيش وقت تمام؟ ما عندناش حد يليد الجزء ده، ما عندناش حد فاهم في البيم عشان يقدر يدير القصه دي. طيب بعد كده ان المشروع في الريفت هياخد وقت اكتر من الكاد، يعني كل الكلام ده. بعد كده ان احنا هنضطر نعمل ستاندرد جديد للبيم غير اللي موجود عندنا في الكاد، ماشي؟ احنا محتاجين الهاردوير ونظبط الهاردوير عشان تمشي مع السوفت وير بتاعت البيم تمام؟ لا الاوتوكاد حلو بيطلع رسومات حلوه زي الفل، هو اللي عايزنا نغير ليه؟ تمام؟ الريفت بالنسبه لنا دي بدعه الناس ابتدعوها وموضه جديده، فاحنا مش لازم نشتغل بالريفت تمام؟ احنا بقى لنا كتير شغالين بنفس السيستم اللي انت جاي تغير لنا دلوقتي لما نطلع المطلوب تمام؟ دي اكتر حاجات ممكن وانت رايح لشركه لمدير شركه عشان تقنعه بالبيم هيقول لك الكلام ده كله. طبعا لو جينا اول واحده احنا ممكن ما عندناش وقت ان احنا ندرب، بس انا مش ممكن مش لازم ادرب كل الاستاف مره واحده عشان ان انا احاول. انت النهارده عشان نبدا تشتغل صح هنتكلم، انت بتاخد بايلوت تيم تبدا تشتغل معاه، والبايلوت تيم ده اكستند الترين المعلومات اللي عنده للتيمز ايه مع الوقت، لان ما ينفعش ان انا النهارده هاجي اقول انا هحول 100% من المكتب مره واحده للبيم، طب هيقع مين؟ تمام؟ نتكلم ان الجزء الثاني ما عنديش حد يليد الكلام ده، ودي نقطة مهمة جدا في الشركات بتدخلها، ان هو النهارده قال قرر ان هو يشتغل بالبيم، فقال لك انا هدور على ناس عارفة ريفت. ناس عارفة ريفت بس ده هيوقع المشروع، هيوقع المكتب اوريدي تمام؟ انا لازم اكون عندي حد فاهم في البيم، المانجر فاهم بيم كويس، فاهم السيكونس بتاعت المشاريع بتتم ازاي. النهارده مش كل النهارده عشان اعمل بتكلم في بيم وانا هعمل مشروع، مش معنى ان اي مشروع بيم ان انا هبني موديل ريفت وخلاص. الموديل الريفت ده عشان يبني لازم اعرف الاول انا بعمل الموديل ده لايه. النهارده لو انا هعمله عشان كوردينيشن دي طريقه في الشغل، لو انا هعمله النهارده عشان الفايف دي دي طريقه في الشغل، لو انا هعمله عشان الحصر دي طريقه في الشغل، لو انا بعمله عشان اطلع انالات الموديل منه للانشاء دي طريقه ثانيه في الشغل خالص. فكل مرحله من المراحل دي مين اللي هيكرر ده؟ لازم يكون في حد خبره هو اللي هيجيب لي الكلام ده. النهارده المشروع كبير جدا، ازاي هيتقسم؟ ازاي اطلع المشروع ده؟ ازاي النهارده لما تيجي تطلع المشروع النهارده بنتكلم في هاردوير، انا محتاج هاردوير عشان اشتغل المشروع الكبير على كبارت 1 كبارت 1 يعني في المشروع، طبعا مش هقدر اعمل حاجه زي كده. تقسيم المشروع لازم هيتم على اسس، مين اللي هيعمل الكلام ده؟ لازم يكون واحد عنده خبره. خلي بالنا ان الفايل عندنا في الجهاز، لو انت النهارده على الفايل مثلا 200 ميجا عندك، ده بياخد 8 جيجا، يعني تضرب 40 في مساحه الفايل يديك الحاجات اللي بياخدها من الرامات عندك، فانت لازم تمانج الجزء بتاع الفايل سايزنج ده، فالحاجات دي مين اللي هيكررها؟ مين هيعملها؟ ده البيم مانجر. طبعا طبيعي جدا ان انت اول مشروع هتستخدمه في الريفت تمام؟ هياخد وقت. ده اساسي زي ما انت اول مشروع عملته في اول ما اتعلمت كده كان بياخد وقت، النهارده وانت بتشتغل في اوتوكاد خلاص الدنيا بالنسبه لك اسهل كتير. طبيعي جدا ودي حقيقه ان انت لما تيجي تستخدم ريفت في البدايه فهي طبعا هياخد منك وقت، بس مع مرور الوقت انت هتبدا خلاص المشروع بالنسبه لك بقى خلاص انت شغال في ريفت زيه زي الكاد واسرع من الكاد كمان تمام.
طبعا محتاج ان انا اعمل ستاندرد. ما انا لو انا ما عملتش ستاندرد وماشي كده بدون اي جايد لاين ليا، فالمشروع بالنسبه لي برضو هيطلع بايظ في الاخر. تمام، لازم عندي ستاندرد معينه، لازم عندي ليمت كونفنجن معينه، لازم عندي الورك سيتس بتاعتي متقسمه صح، الحاجات بتاعتي متقسمه صح، عشان اطلع مشروع في الاول في الاخر مظبوط. النهارده لو انا طلعت موديل مش مظبوط، برضو النتائج بتاعته اللي في الاخر اللي انا مستنيها خد من البن عشان اسيف الماني بتاعتي مش هتطلع برضو مظبوط. ما لازم اتعب الجزء الاولاني، اكتر جزء بيبقى فيه ايفورت في بالنسبه لما شغالين في البن اللي هو البنى بتاع الموديل. بعد كده الجزء بتاع الدوكيومنتيشن، الجزء بتاع التعديل اقل وقت ده مقارنه بالكاد في تبني موديل عادي، لكن لما تيجي تغير او تطلع دوكيومنتيشن بتاخد وقت اكتر. هنا في البيم العكس، تمام؟ فلازم الجزء الاولاني مهتم بيه جدا طبعا. محتاج طبعا ان انا ابجريد طبعا الحاجه بتاعتي طبعا يعني، بس لازم انا ابقى عارف ان انا لو انا اشتغلت صح ان انا هكسب بعد كده من البيم. او ان انا النهارده انفست في الجزء بتاع الهاردوير والجزء بتاع الاجهزه، بس النتائج اللي انا هطلعها من البيم تمام هتغطي لي المبلغ اللي انا دفعته في الاول في الهاردوير. تمام؟ طبعا المشاكل ان الكاد بيبقى احسن من الريفت، بس الكاد دي مشاكله كتير، الجزء بتاع الكوردينيشن الحاجات دي كلها. فانا خلاص الناس كلها بتتكلم النهارده في الجزء المشاكل مثلا الفاستك تراك، ان انا اشتغلها بالبيم هافضل بالنسبه لي كتير من اي مشروع تاني. ممكن دلوقتي ما فيش شركه دلوقتي كل شغلها فاست تراك، عشان اعمل الجزء بتاع الكوردينيشن عشان اطلع الحصر بتاعتي عشان افهم الحاجه بتاعتي. طبعا بالنسبه لي ده هيبقى بالنسبه لي شيء كويس جدا ان انا اعمل الجزء. احنا اول مشروع انا اشتغلت فيه بالنسبه للجزء بتاع البيم كان كارف سبيسيفيك، المنتج بتاع كارف سبيسيفيك. احنا كنا طلعنا المشروع ده فور كونستراكشن، الواحد طلع بتاعته فور كونستراكشن، وجه الخطيب طلب ان احنا نبني الموديل ده 3 دي ونطلعه مره ثانيه. تمام؟ في كان الكلام ده كان في 2008 تمام؟ و2009 وما كانش حد فينا يسمع عن الريفت ساعتها. تمام؟ كان اللي موجود اوتوكاد اركتكتشر هو اللي موجود ساعتها، والناس بدات يعني بنسمع عنه، وهو غير الاوتوكاد العادي، هو شبه الريفت شويه. تمام؟ بدانا نشتغل فيه. المشروع منه كبير جدا والكم الليفلز اللي فيه كتيره جدا. لما بدانا نشتغل على 3 دي موديل فعليا، كم الكلاشز اللي كانت موجوده ما بين خاصه ما بين انشباه وستراكشر، تمام؟ احنا قعدنا مثلا سي النهارده قعدنا حوالي 8 شهور عشان نطلع الكلاشز ريبورت ونعدلها. بس انا ال 8 شهور ده هو وفر قصادها ما يقرب من حوالي 22% من اجمالي المشروع، لان هو بيقيس بايه؟ لو المشاكل دي كانت استمرت كم الار اف ايز اللي كانت هتطلع، الوقت اللي كان هيزيد، تمام؟ المشاكل اللي كانت هتحصل، الوقت اللي كان هيرجع 22%، يعني وفر. لو افترضنا ان هو دفع 5 مليون في الموديل وقعد 8 شهور، ووفر قصادها مليارات قصاد الجزئيه دي. طبعا احنا في قبل ما انزل السايت، قبل ما انزل التنفيذ. يعني كان في كنا خلصنا الديزاين. لا لكن ما كانش في كونستراكشن دوكيومنتيشن اتعملت بالكاد. اتعملت بالكاد. كانت اتعملت بالكاد كلها، خلاص اللوحه جاهزه كلها، هنزل انفذ. وقف لان كان عامل الكلام ده في دبي فيستيفال سيتي، لان طبعا الخليج كان ايه بدري عننا شويه، فكان عامل الكلام ده فعرف مقدار او قيمه الموديل ده، فقرر ان هو يعمل كده. ودي كانت يمكن بدايتنا هنا، اول مشروع تقريبا بدانا احنا نشتغل. بعد كده بدانا ريدي اجريكول اللي هو البنك بتاع كريدي اجريكول اللي هو فيه ليد والجزء بتاع ليد، وده كان اول مشروع برضه نشتغله بالريفت. تمام؟ يمكن بدانا بقى ساعتها حاجات صغيره، وبعد كده اول مشروع كبير اشتغلناه بالريفت كان كريدي اجريكول. ده كان اسوء مشروع صراحه. يعني ساعتها في الفتره دي كان ما فيش حد عارف ريفت، فانت اول جيل بيتعلم ريفت. تمام؟ وزي ما بقول لك ايه، هو حدث في البحر ولكن اتصرف. فكل ما تيجي تسال حد المشكله دي، وما فيش حد اصلا يعرف ريفت عشان يقول لك المشكله دي. لا ولا كان في اي حاجه، انا كان عايز اقول لك ان احنا كان احيانا طبعا ما حدش فاهم اي حاجه، تيجي تطبع اللوح تحط سيكنس في البلاطه مثلا 16 سم، تطبع اللوح تلاقيها 14. تروح تتراجع يشطب لك عليها يقول لك دي 16 مش 14، تيجي تعدلها في الموديل تلاقيها 16، فتيجي تطبع تلاقيها 14. فانت عندك ايه حاجات عجيبه كانت بتحصل في الموديل يعني صراحه. بس طبعا مع الوقت ان انت
لا الطلبه لغايه دلوقتي بيعملوها. اصل المشكله يا دكتور في الريبك مش المشكله عندي. طبعا كل دي حاجات احنا طبعا بنسمعها طبعا، بس هنتكلم دلوقتي ازاي احنا نشتغل على الحاجات دي كلها. طيب عشان نبدا نشتغل طبعا انا محتاج طبعا ايه المشاكل اللي بتقابلنا، ان مفيش النهارده ناس اكسبيرتس في الجزء التعليمي، لكن اعتقد دلوقتي الحالي لا احنا خلاص عندنا ناس كتير بقت خبره دلوقتي في مجال الام فتقدر نستعين بيهم. تمام، الناس مش عايزه ايه تحفظ، يعني ممكن اسرع ناس المعماريين عشان هو بيحسوا بقيمه ايه التغير فيه، بعد كده انشائي، بعد كده دول اصعب الناس ممكن تتعامل معاهم عشان يقدروا يتغيروا. اصعب الناس ممكن تتعامل معاهم ان هو يغير ام اي بي. انا اي شركه بتقول لك عايز تعمل امبلمنتيشن قلبي على بتوع الام اي بي، هم دول لو دول اقتنعوا انا خلصت. بص انا عملت 50% انجاز في المهمه. المشروع كان بيت رهيب، لو عملت مشروع ما يتاخر هنا بقى حصه كبيره كنت بتاخد 5 6 ايام، خلصت في ساعه ونص ساعتين. شفت فاليو 6 ايام وخلصت في ساعه ونص. ما هو انت حتى لما هم احنا بنقعد نحكي قد كده انا هطلع ماله الكاد اصلا، يعني الكاد ماله حلو بيطلع اللي انا عايزه. حتى في المشروع خلص كل بريد سب ستيشن لازم نديها جوه البيت اللي عملناها كبر، يعني بعملها جوه. وهدي بقى من ضمن المشاكل احنا هنتكلم عليها. تمام، مفيش كلاينت بيطلب البيم، لكن كل المشاكل دي اعتقد دلوقتي بقى خلاص الكلاينت بقى فاهم دلوقتي هو الجزء الهندسي او الاداره الهندسيه عند الكلاينت فاهمين البيم وهم اللي بيطلبوا دلوقتي. زي ما انت بتتكلم يعني الكلاينت ايه وجهه اعتراضه؟ يعني هو له ان هو ياخد الرسومات بتاعته. حلو، ايه بقى وجه اعتراضه؟ هل عشان احنا هنطلب منه فيز اعلى يعني؟ لا خالص، دلوقتي ما بقاش فيه فيز اعلى. ده انا الكلاينت دلوقتي بقول ان هو دلوقتي الكلاينت بيطلب ان الحاجه تتعمل يعني بيه. مش منطقي ابدا ان هو يعترض على حاجه زي كده، لان ده مصلحته خالصه بالظبط في حاجه زي ده. ما هو دي هتامن له الشغل يبقى صح. هو الاول ما كانش هو فاهم الجزء دي، اول ما بدا يدرك حقيقه الموضوع بقى هو اللي بيطلب، ما بقاش زي الاول ان الشركات تعرض على الكلاينت ان انا اعمل لك بالبيم. لا، ده هو دلوقتي بقى المشاريع جايه مطلوب فيها بيم. تمام، ما فيش مشاريع انا شغال فيها ريفت دلوقتي هشتغل ليه ولا احدث ليه ولا ادرب الناس ليه، لما يجي الايه المشروع يبقى يحلها ربنا. تمام، الكوست طبعا الايه اللي بتبقى موجوده عشان يشتغل. الحاجات الاساسيه للامبلمنتيشن اول حاجه الفيجن. بص هناخدهم كده، ده هنقول ده البورد بتاع الفيجن، ده الجزء بتاع البورد هو الايه؟ البورد بتاع الشركه او الناس اللي ايه؟ الكبار بتوع الشركه، المؤسسين بتوع الشركه، السينيور مانجمنت بتوع الشركه. دول لو مش مقتنعين بالبيم وفائدته يبقى اي حاجه بعد كده هتفشل. تمام؟ فهي هتيجي من فوق تتدرج بعد كده. اول ناس لازم يبقى عندهم فيجن وعارفين البيم ده هيوصلهم لايه؟ والبيم ده هيجنوا منه ثماره ازاي؟ تمام؟ يبقى انت كده لو دول فاهمين وعارفين يبقى انت كده خلاص الشركه دي هتحقق. تمام؟ بعد كده المديرين اللي تحتهم. المديرين اللي تحتهم عشان برضو دي مهمه بالنسبه لنا احنا برضو لما بنيجي نعمل امبلمنتيشن دول اهم فئه بالنسبه لي. يعني الفئه الاولانيه خلاص طالما استدعاك ان انت تيجي للمكتب بتاعه عشان تعمل بين، فالفئه الاولانيه دول هم موافقين. الفئه اللي انت بتستهدفها عشان تنجح الموضوع المديرين. المديرين دول لو حسوا بالقيمه وحسوا بالفرق بتاع البيم هيبدا هو نفسه تمام يعمل موتيفيشن للناس، للناس كل ما الناس كلها ايه عندها مشاكل ان هي تغير، الدنيا تقيله عليها بتاخد وقت اطول، لو هم دول اقتنعوا هيبداوا يعملوا ايه موتيفيشن للناس اللي تحتهم، هيبدا ايه يوري له الحاجات اللي هي ايه بتتغير فعلا وان ده بيوفر فعلا. فالجزء الثاني المديرين، المديرين لو اقنعتهم وبدا هم ينقلوا قناعتك بالبن للناس اللي تحت هتبدا ان الدنيا ايه تمشي. اخر حاجه الناس اللي موجودين اوريدي لو حسوا بالفرق اللي بيحصل وكل فرق حصل في المشروع اتعرض عليهم وحسوا بالانجاز اللي هم بيعملوه هيكملوا في الموضوع، لكن طول ما انا مش حاسس ان انا المشروع بالنسبه لي فيه انجاز
انا في الاخر ايه هبقى بالنسبه لي ايه لا ارجع للطريقه القديمه احسن. لكن كل ما كان المديرين كل ما كان المدير ذكي ان هو يعرض احنا وفرنا قد كذا وعملنا قد كذا وحفز الناس اللي عنده هنقدر نوصل لحاجه كويسه. طبعا بتوع استراكشر طبعا احنا ازاي ندخل البيم عندنا بس هتكلم في استراكشر دايما. لو انا بدي تريننج في استراكشر بعد ما نخلص التريننج خالص سوري طب انا فرقت يعني كده خلصت كده التريننج فرقت يعني كده احنا بنتكلم في البيم دي شركه ما بنتكلمش بتخصص معين تمام. احنا بنتكلم على مشروع از لايف سايكل كامل. النهارده انت كاستراكشر قد يكون ان الوقت اللي انت بتعمله 90% من الوقت بتاع الكاد وانت مش حامل 10% بس كشركه كامله اللايف سايكل بتاع المشروع الجزء بتاع الكوردينيشن الجزء بتاع الحصر الجزء بتاع الفايس كل ده قل لما حضرتك اشتغلت بالايه؟ بال 3 دي موديلنج وبالريفل. فانت قدرت النهارده تطلع كواليفيكيشن صح قدرت تعمل كوردينيشن صح قللت الار اف ايز اللي موجوده فانت ترس في عجله فانت مش لوحدك انت ما بنتكلمش عليك لوحدك فلازم الناس وهي بتتكلم او احنا بنتكلم مع الناس ما بنتكلمش على استراكشر لوحده او اركتكشر لوحده او ام اي بي لوحده احنا حاجه متكامله مع بعض بنكمل بعض. النهارده بنتكلم بالبيم از لايف سايكل بالنسبه للمشروع بالكامل مش كديبارتمنت معين او ديسيبل معين جوه الشركه تمام. احنا ما بنقيسهاش كده احنا بنقيس المشروع كلايف سايكل من بدايته لنهايته بالنسبه لي ايه اللي هيحصل. طبعا عشان تبدا تشتغل بيم ما ينفعش ان انت تفتح صدرك وتشوف مشروع كبير وهنشتغل فيه. أول حاجة لازم تشوف إيه؟ مشروع صغير وده اللي هنبدأ نشتغل عليه تمام؟ ده الوايلد بروجيكت بتاعك تمام؟ البادجت بتاعتي ما ينفعش النهارده أبدأ وفي النص بعد ما اديت الناس جزء من الناس تريننج لا معيش فلوس دلوقتي طب نأجل يبقى أنت صرفت إيه؟ جزء وتيجي بعدها بسنتين تلاقي أنت محتاج تعمل هاردوير إيه؟ أبجريد مرة تانية للهاردوير فأنت لازم من الأول تكون حاطط بادجت للإيه؟ للجزء بتاعك ده عشان تيجي في الآخر تقدر تبني الحاجه بتاعتك. لازم تعتمد على الايه؟ على الناس الخبره في الموضوع. ما ينفعش النهارده تيجي تقول انا هحول من هعمل شيفت للبيم من غير ما يبقى عندك متعين عندك حتى خبره في البيم. هو ده اللي هيعمل ليد للجزء ده، هو ده اللي هيليد البيم في الشركه، ولا هيعمل ستاندرد، ولا هيبقى مسؤول عن المشاكل اللي بتحصل في الايه؟ في المشاريع في الاول، ولا هيحل السبورت بتاع الناس في الاول. تمام؟ لازم نعمل بلان لكل مشروع على حده، مش كل مشروع زي التاني، عندنا حاجه اسمها بيم اكسكيوشن بلان، لازم نعمل لكل مشروع على حده نعمل له البلان بتاعه والحاجه بتاعته لكل مشروع على حده. لازم طبعا الموديلنج بتاعي يطلع صح، ما ينفعش ان انا النهارده ايه اتزنقت اي في الموديل باي شكل، اي في الموديل باي شكل مش هيطلع نتائج منك في الموديل بتاعك صح، لا هيطلع عندك سكاشن صح ولا هيطلع عندك الحصر بتاعك صح ولا هتقدر تطلع منه لو كنت انت مضغوط اللي انت حاسسها. في اي وقت من الاوقات ما ترجعش للكاد. اسهل حاجه عندنا انا مش عارف اكسبورت كاد وهكمل كاد. عملت الخطوه دي بدايه الفشل بتاعك خلصت. بدات خلاص طالما لقيت اللي هيسهل لك الموضوع ارجع كاد تاني خلاص ايه الدنيا انتهت هنا في المرحله دي. ماشي؟ لازم تعرف طبعا ايه اللي انت هتستفيد منه وانت رايح لغايه فين؟ يعني انت لازم زي ما بقول لكل حاجه انت لكل موديل انت هتعمله يعني بس النهارده هعمل 4D فانا النهارده طريقه الموديلنج بتاعتي تبقى مختلفه. النهارده هعمل 4D ما ينفعش تيجي تعمل لي 4D وتقول لي ايه انا هعمل مثلا عمود من الدور الاول والدور الثالث ما ينفعش انت هتربطه بالسيكونس كونستراكشن فالعمود هيتصب ايه دور دور فما ينفعش انت في الموديل بتاعك ترسم لي ثلاث ادوار مع بعض. ما ينفعش النهارده وانت بتعمل موديلنج وانت هتعمل 4D ترسم لي البلاطه بالتشطيب بتاعها قول باللايرز بتاعتها لا ده كل اللاير لازم تبقى ايه؟ لوحدها لان دي لها سيكونس كونستراكشن لوحدها مختلف عن الثانيه. النهارده لما هعمل انالات كطريقه رسم البلاطه سنتر لاين تو سنتر لاين ولا هعملها من جوه جوه ده بالظبط كل حاجه من دول لازم ابقى عارف من الاول انا هعمل الموديل ده عشان ايه؟ عشان ايه؟ ليها كل واحده ليها طريقه في الموديل المختلف. طبعا امبلمنتيشن بلان طبعا ببقى عارف انا الحاجه بتاعتي النهارده في الشركه لازم اعمل امبلمنتيشن بلان في كل مرحله. يمكن اوتوديسك منزله جايد لاين كده ازاي تعمل ترانسفورميشن للشركه بتاعتك خلال 24 شهر ومقسمها لك كل 3 شهور ايه اللي انت تعمله. لو حد محتاج انا ممكن اوفر لكم الجايد لاين ده تمام.
السكادول بتاعك ما ينفعش النهارده انت عندك فاست تراك والدنيا كلها مزنوقه وتيجي تقول انا هعمل ايه؟ هجنب جزء اعمله ايه؟ البايلوت بروجكت. لازم تختار الوقت المناسب عشان ما ترجعش تاني توقف الشغل بتاعك. تمام؟ الجزء اللي انا كنت بتكلم فيه بلان بيفور يور موديل. تمام؟ لازم تعرف ازاي تلينك كل الحاجات دي كلها ببعض عشان تعمل امبلمنتيشن بلان صح. تمام؟ لازم تسمع المشاكل بتاعت الموظفين. تمام؟ ولازم تشوف الكلاينت في كل مشروع هو طالب ايه عشان ما تعملش حاجات زياده ولا تعمل حاجات اقل، هتوصل في الاخر ان انت مش عارف ايه تطلع المشروع بين الكلاينت وصل. طيب الحاجات اللي بتوقع اي امبلمنتيشن، تمام، اول حاجه الناس ما بتعرف طبعا طالما ما عندوش حد خبره في البيم فمش هيقدر يعمل حاجه اسمها بيم اكسكيوشن بلان. بيم اكسكيوشن بلان انا بعمله في الاول، وظيفته ان انا بحدد المشروع ده ايه؟ ايه المطلوب مني؟ ايه الاستخدامات بتاع الموديلز اللي انا هطلعها؟ هطلع باكستنشن ايه؟ ايه السوفت وير اللي هستخدمه؟ ايه الهارد وير اللي هستخدمه؟ تمام؟ مين الكونتاكت بيرسون في كل حاجه؟ ازاي هقسم المشروع بتاعي؟ البلان بتاعت الشغل بتاعتي هتتم ازاي؟ دي كلها تبقى موجوده جوه البيب اكسكيوشن بلان. فلازم كل مشروع يبقى ليه البيب اكسكيوشن بلان بتاعته. فالناس من الاول النهارده يلا هنشتغل مشروع بيم، يلا مين اللي شغال ريفت، يلا هنعمل مشروع ريفت، خلصت القصه على كده. ده كل اللي يعرفوه عن النهارده هعمل مشروع بيم يبقى يلا هنعمل ريفت. اكتر من كده مفيش. ايه الستاندز اللي هنستخدمها؟ طريقه الشغل، الموديل سيجريجيشن هيتعمل ازاي؟ الحاجات دي كلها محدش بيتكلم عنها. تمام؟ طبعا ما استخدمتش الهاردوير المظبوطه. تمام؟ والهاردوير مش بس الاجهزه بتاعتك، ده اهمهم بقى لو انا النهارده شغال في شركه، النتوركينج، السيرفر، الهارد بتاع السيرفر نفسه نوعه ايه والحاجه بتاعته. النهارده احنا عندنا مشاكل كتير كنا بنقابلها ان الموديل بيفتح في ساعتين ونص وغيرنا شويه حاجات بدا يفتح في 10 دقائق. تمام؟ ان انت تعمل سيركرونايز نفسها. تمام؟ طريقه النيمنج بتاعتك او الفولدر ستراكشر بتاعتك ممكن تقلل الوقت وممكن تزوده. الفولدر ستراكشر الحاجات دي كلها تمام بتاثر على الجزء فتخلي الناس ايه؟ قابل مشاكل يبقى يلا البيم ملوش لازمه بالنسبه لي، ده بيضيع لي وقت، يبقى الطريقه التراديشنال بتاعتي احسن. لكن لو عرفنا من الاول ان احنا نستخدم هو لازم برضه مع البيم مانجر اللي احنا نجيبه حد فاهم في النتورك. الاثنين دول مهمين لاي شركه هتبدا تغير، لان كل مشروع ممكن اشتغل فيه كنتوركينج بطريقه مختلفه، ممكن استخدم ريفت سيرفر، ممكن استخدم كلاود، ممكن استخدم حاجات كتير جدا في طريقه الشغل بتاعي. تمام؟ كل مشروع مختلف عن الجزء بتاعه. الناس بتعتبره درافتنج تول. يلا هنرسم كل حاجه بتاعتنا، ديتيلنج لاين، يلا بدأنا، لا هنستخدم بقى الالمنتس اللي موجوده، هنقضيها ايه؟ درافتنج تول، فاحنا عايزين نطلعه شبه كده. ده ريفت وده كده، فاحنا بنرسم عليه، خلصت القصه، انك اعمل منه كوردينيشن بقى ان انا اعمل موديل صح عشان اطلع منه كوردينيشن، كوانتيفيكيشن، الحاجات دي كلها، لا، هو الناس بتستعمله زي الريفت، تمام؟ زي الكاد هنطلع بالريفت نفس اللي كنا بنطلع فيه الكاد بس. بياخدوا نفس الحاجات اللي موجوده في الستاندرد بتاع الكاد بيحطوها في الريفت، لكن هنا طبعا الدنيا هنا تبقى مختلفه. تمام؟ الناس طبعا بتسال ليه احنا محتاجين ترين؟ تمام؟ ليه نعمل كواليتي تشيك؟ دي نقطه بقى مهمه جدا. النهارده مفيش شركه هتشتغل صح غير لما يبقى عندها كواليتي كنترول للايه؟ الحاجه بتاعتها، ويبقى عندها تشيك ليست كده لاي مشروع عشان اتخرجه ايه الحاجات اللي انا لازم تبقى موجوده فيه. هتلاقي ناس كتير جدا بتطلع المشروع، تمام، طالما ما عندهاش كواليتي كنترول تطلع مشروع هينزل هيرجع منه مشاكل كتير جدا. فانا لازم النهارده عشان يبقى عندي شركه النهارده اطلع شغل مظبوط يبقى عندي كواليتي كنترول على المشروع نفسه، تشيك ليست كده لازم تكون عندي عشان اطلع مشروع، لازم يكون محتوى ايه وايه وايه. ليه احنا محتاجين البيم مانجر؟ الناس ما بتعملش هاير للبيم مانجر. السوفت وير عالي، هنحاول نطلب السوفت وير اللي عندنا. تمام؟ ما فيش بيم استراتيجي موجوده عندنا. ماشي؟ بنبدا مشروع كبير جدا. تمام؟ التريننج يلا ايه على قد ايه؟ واحد كده كان عارف شويه كام، فاحنا نوفر التريننج ونشوف اللي عارف ال 200 دول يقولهم للباقي ويلا نبدا على كده، فيجي في الاخر المشروع بايظ. لا اللي هي المراحل ان انا في النهارده اول 3 شهور هعمل ايه؟ اللي بعدهم هعمل ايه؟ يبقى عندي استراتيجي كامله للتحويل من الكاد من كل مرحله من المراحل هعمل فيها.
طيب اول بقى عندنا ايه حاجات كده، لازم الاول تعرف عن عشان تبدا تعمل امبلمنتيشن صح، لازم الاول تعرف البيم ده هيوصلني لايه والفايده منه ايه وازاي هيعود عليا الانفستمنت جوه الشغل بتاعي. وبعد كده البورد بتوعي لازم يكونوا فاهمين الكلام ده مقتنعين بيه عشان ابدا اشتغل. تمام. بعد كده هختار التيم اللي هيشتغل معايا في الجزء بتاع البيم ده، اللي هيتعمل له تريننج في الاول. تمام. هيتعمل له بايو تريننج في الاول، دول هياخدوا تريننج، ودول اللي هيعملوا بايو بروجكت، ودول اللي بعد ما يعملوا بايو بروجكت يبقى عندهم خبره نوعا ما معاهم البيم مانجر، هيبدا يكستند الكلام ده لباقي التيم، فيبدا واحده واحده الشركه كلها تبقى عندها النولج بتاعت البيم. فدخل النهارده مشروع، بعد كده يبقى عندي مشروعين، يبقى عندي ثلاثه. لازم العمليات تتم ايه؟ تدريجيا، ما ينفعش مره واحده ابدا الدنيا كلها هحول يبقى كل الناس هتشتغل، مش هينفع. تمام؟ بعد كده لازم ابدا اشتغل على ستاندرد، احط الستاندرد بتاعتي اللي هشتغل عليه، عشان التيمز دي كلها لما هتيجي تشتغل لازم يبقى في ستاندرز ماشيين على الجايد لاين احنا شغالين عليه. تمام؟ عشان نوصل تمام يبقى كلنا ماشيين بنفس اللغه بنفس الحاجه، عشان بعد كده لما نيجي نسلم المشروع هيرجع لنا في اي وقت يبقى احنا عارفين كل النيمنج ليها ايه والحاجات دي كلها بتريفر لايه، فلازم انا اكون الستاندرد بتاعتي. طبعا لازم ايه؟ اشوف السوفت وير والهارد وير اللي انا محتاجه. تمام؟ السوفت وير والهارد وير اللي انا محتاجهم تمام عشان ابدا اشتغل. طبعا احنا كنت ديسك طبعا اشهر حاجه موجوده عندنا في، وطبعا عشان الكراك موجود فكل الناس شغاله بالبلاتفورم بتاع اوتو ديسك، لكن زي ما كان عمر بيتكلم احنا عندنا سينكرو وعندنا بيكو، وطبعا من الكراكس مش متوفره فتلاقي الناس ايه مش معاها الحاجات دي، بس في حاجات بتبقى اعلى من البلاتفورم بتاع الاوتو ديسك، يعني السينكرو من الحاجات الكويسه جدا في الفور دي، والبيكو من الحاجات المتميزه في الفايف دي. لازم طبعا اعمل كل شويه تطوير في الايه في المانجمنت بلان بتاعتي، في الايه في الجزء بتاع المانجمنت بلان بتاعي، الناس تبقى عارفه ان انا تغيير البيم ده، تغيير في الفكر، تغيير في طريقه الشغل بتاعتي بتاع المشروع. تمام؟ مش بنفس الطريقه بتاعت الاتجاه. النهارده بيبقى عندي كل شويه في ميتنج للجزء بتاع الكوردينيشن وهطلع ازاي، وطريقه الريفيو للموديل بتتم ازاي. النهارده ريفيو للموديل ممكن اعمل ريفيو للموديلنج بتاعي او المشاكل اللي ممكن على النافذ، ازاي اطلع الوردنج، ازاي اطلع حاجه، فده تشينج كامل في المانجمنت او في طريقه المانجمنت للمشروع مختلفه عن طريقه الكاد تماما في الشغل. لازم الناس تبقى مدركه الكلام ده عشان تقدر تتعامل وتطلع بيه صح. لازم طبعا نبدا ببايلوت بروجكت مع بايلوت تيم هيشتغل معايا، هما دول اللي هيكستندوا الجزء بتاعي لبقيه الناس. بدات كبير مش هتعرف، وانت لسه ما تعرفش حاجه عن البيب مش هتعرف تلم الدنيا. خلي بالنا ان احنا معظم الشغل دلوقتي بقى فاست تراك. تمام؟ فانا لازم اختار الوقت المناسب اللي انا هبدا فيه الشيفتنج بتاعي واحط فيه البلان بتاعي. بعد كده تمام؟ ما تعملش حاجه ايه معقده، يعني ما تختارش حاجة معقدة في الأول عشان تشتغل. لو بدأت بحاجة معقدة الناس مش هتقدر تخلصها للآخر، مش هيحس بالأشيفمنت اللي هم عملوه، وبالتالي هيجي عند الناس هيبقى عندهم إحباط إن هم ما طلعوش حاجة، أو هو زي الكلب. فليه هنشتغل بالإيه؟ بالجزء بتاع البيرو. تمام؟ لازم يكون عندك بلان بي في حالة إن إحنا أي حاجة حصلت إيه بلان بي بتاعي؟ كاد انا محضر ان انا لما اجي اطلع من الريفت اروح للكاد هيطلع بكل الليرز بقى بالاساينمنت بالحاجه بتاعتي عشان اكمل ولا ايه؟ هو ممكن يبقى لازم يكون عندك بلان بي لكل حاجه انت شغال فيها، مش النهارده يحصل المشكله فاقعد افكر الدنيا دي هتتحل ازاي، لازم يكون عندي بلان بي لكل حاجه وانا شغال عندي. تمام؟ لازم طبعا تشوف بارتنر معاك، كلاينت، حد معاك تبدا تشتغل معاه بحيث ان هو دايما يديك ايه؟ مشاريع في الجزء بتاع البيم تبدا تشتغل. تمام؟ تبدا ترين بقيه التيم بتاعك ان هو يبدا يشتغل، بس احنا قلنا هنبدا ببايلوت تيم. تمام؟ وده هو اللي هيكستند الشغل بتاعه لبقيه المجموعه اللي في الشركه لانها هتبدا تدريجيا. تمام؟ طبعا الجزء بتاع الانوفيشن البيم كل شويه لازم برضو الناس تبقى اب تو ديت باللي بيحصل، لان احنا النهارده وصلنا لمراحل تمام بتدي تخلي الناس تشتغل البيم، الناس تحس بالسرعه بتاعت البيم. النهارده الجزء بتاع الداينامو، الجزء اللي هو الجزء بتاع البروجرامنج جوه
الريفت دلوقتي فبيسهل حاجات كتير عندنا. تمام، يعني احنا كنا شغالين في تريننج عندنا الشباب بيشتغلوا دلوقتي كرييشن للليفلز كلها للداينامو، كرييشن للنيمينج ريفت بالداينامو، كرييشن للشيب نفسها شكل المبنى بالداينامو، يتشيك على الاسامي ان هي اكوردنج للستاندرد بالداينامو، بنعمل كل حاجه دلوقتي بالداينامو. تمام، فهو دلوقتي بدل ما يقعد يعمل هو الكرييشن بتاع الشيتات هو عمل سكريبت يعمل الكلام ده، حط كل الليفلز كلها، عامل بدل يعمل هو عايز يعمل تشيك على كل الفاميليز اللي موجوده كلها بنفس النيمنج اللي موجود في الستاندرد، عامل سكريبت يعمل الكلام ده. عندنا شكل للشيت كبيره وصعب ان هو يعملها في الريفت، عملها سكريبت للدايمو بدا يشتغل، فبدا ان هو يعمل سكريبتات دايمو تسهل عليه شغل. النهارده عشان اعمل الجزء بتاع الفور دي النهارده وارسم لكل حيطه في حيطه جنبها اللي هو الفينشنج بتاعها كل اللير من الفينش بول لوحدها عشان اعمل الكلام ده، هرسم الحيطه بتاعتي مثلا 3 مرات، فهي وانس ان الحيطه اترسمت مره في سكريبت يعمل لك الكلام ده ويعمل لك البوينت بتاع يعمل لك الكاتنج بتاع الدور والشباك والحاجات دي كلها ويرسم لك الحاجات دي كلها في ما فيش. فكل دلوقتي الفتره اللي جايه كمان الجزء بتاع البروجرامنج او الفيجوال بروجرامنج بتاع الدانو بدا بيزيد، فده بيقلل الوقت كتير جدا في المشاريع. وزي ما انا كنا بنتكلم ان احنا اوتوديسك دلوقتي كان التارجت بتاعها السنه دي 65% من الشغل اللي بيحصل يبقى اوتوماتيك. النهارده بنتكلم كمان دلوقتي بنتكلم في الليزر سكان، بنتكلم في 3 دي برينتر، الحاجات دي كلها في الجزء بتاع الكونستراكشن هيقلل وقت كتير. 3 دي برينتنج دلوقتي المباني في مبنى في سنغافوره في فندق بالكامل دورين معهم 3 دي برينتنج. تمام، في مبنى في دبي، دبي عندها تارجت 2030 يبقى عندها 65% من المباني بتاعتها 3 دي برينتنج. فالناس دلوقتي بتتكلم في مراحل ثانيه في الجزء بتاع الريفت. النهارده الجزء بتاع الليزر سكان دلوقتي اللي هو بيعمل لك اسبيل المشروع، مثلا عندك مشروع كبير وانت عايز ترفع الموديل بتاعه وتبدا تشتغل عليه. تمام، فبدل ما تنزل حد يرفع معاكسات او جي اي اس والحاجات دي كلها، بقى النهارده ليزر سكان الصوره تتاخد بالليزر سكان تخش على برنامج زي الريكاب يتحول لبوينت كلاود، بوينت كلاود يتحول بعد كده للموديل ريفت. فبدات الدنيا كلها بتتطور بشكل كبير الفتره الاخيره. تمام، بحيث ان هي تبقى دلوقتي تقلل الوقت اقل وقت ممكن. الجزء بتاع الكوردينيشن الخوذه